السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اخوانا تويتر غرد بشكل رسمي ان اكتشفوا ثغرة عن طريقها يقدرون يعرفون الباسورد، يعني احتمال مو شيء اكيد، احتمال يعرفون الباسورد الخاص فيك في حسابك في تويتر، فينصحون انك تغير هذا الباسورد. طريقة التغيير بسيطة جدا، تروح لحسابك من هنا، بعد كذا ندخل على الاعدادات والخصوصية، بعد كذا نضغط على الحساب من هنا، تطلع لك مجموعة خيارات من ضمنها تغيير كلمة المرور. اللي ما يطلع على تغيير كلمة المرور يحدث تويتر عن طريق الأبل ستور، وراح تطلع على هذا راح يطلع على هذا الخيار. مجرد ما تضغط على تغيير كلمة المرور تطلع لك هذه الخيارات. الخيار الأول تسجل كلمة المرور القديمة، والخيار الثاني والثالث تكتب كلمة مرور جديدة، وهنا تعيدها مرة ثانية، وبعد كذا تضغط على تم، وبكذا تغير انت الباسورد الخاص فيك في تويتر. واللي ما يعرف الباسورد الخاص فيه يقدر يسترجعه عن طريق الايميل او رقم الجوال. اشكركم على المتابعة، وفمان الله.